عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. حضرتك يا دكتور، انا يعني عندي مشكلة جامدة جدا. خير يا رب. دلوقتي انا جوزي تقريبا فصلني عن اهلي بشكل تدريجي، لحد ما بقيناش نتقابل غير في اضيق الظروف وقت المصلحة بس. عمر زواجك كام يا ام احمد؟ عمر زواجك كام؟ 15 سنة. واكتشفتي الموضوع ده من كام سنه؟ هو جه بشكل تدريجي، ان انا مثلا تعبانه بروح عندهم، بتابع للدكتور، بتابع مع الولاد، وبعد كده بقى ان الولاد تعبانين، ان الجو حر عليهم، ما ينفعش انك تخرجي بيهم كده، وفضل الوضع ماشي كده. ابتدى يبقى فيه تلاكيك، اخوكي انا ما بحبوش، جوز اختك انا مش مستلطفه، ممكن ان هو يجي عندنا البيت بمجرد ما يدخل وهو واقف على باب الشقه، السلام عليكم، ممكن اي منظر ما يعجبوش يزعق ويتخانق ويشدني من هناك بشكل مهم جدا. ابتدى الوضع يكبر لحد ما بقت خلاص بقت شيء طبيعي ان فلانه دي مش هتيجي هنا عشان احنا عارفين تباعدها، ما بيحبهاش تيجي. في حين ان انا على العكس خالص مع اهله، بالعكس هو بيقول لي انا ما ينفعش ان انا اروح عند اهلي من غيرك. انت كلمتيه، استني يا ام احمد، انت كلمتيه وقلت له انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وده وعند اهلك كذا وعند اهلي كذا؟ قال لك ايه يعني؟ رد فعله كان ايه؟ يعني انا كلمته كتير، واخرها كان قال لي ان انت بتعايريني، ان انا ما بعرفش اتكلم، انا ما بحبش اروح عندكم من الاخر. خلاص ما يروحش هو، روح انت. انا ما بحبش اروح عندكم، طيب وانا ومنظري قدام اهلي، لحين ان انت لما بتحتاج اي حاجه. استني بس، استني يا ام احمد، استني يا ام احمد، هو بيسمح لك انت تروحي تزوريهم، لكن هو مش عايز هو يجي؟ لا، برضه مروحه عندهم في اضيق الظروف، يعني انا والدي عمل عمليه في عينه ما خلانيش اروح اشوفه. ليه؟ في غيرك هناك ممكن ان هو يروح ويقعد، واذا كان هيخدمهم في حاجه، انت معاكي اطفال. أنا والدي دخل العناية المركزة ما رفعش عليه سماعة التليفون. طيب سؤالك ليا إيه يا محمد؟ الوضع اللي حاصل دلوقتي إن أنا قلت له المعاملة بالمثل، زي ما أنت ما بتحبش تيجي عندنا أنا كمان مش هروح عندكم. وكلمته مرة واثنين، طب خلاص معلش، طب حقك عليا، دلوقتي أنا عندي فرح بنت أختي. عارف إن أنا بنت أختي هتتجوز خلال كام يوم، ومن المفروض إن أنا أروح هناك. لقيت اللي بيتصل بمامته علشان تيجي تقعد معانا. بمامته تيجي تقعد معايا. وبالتالي مامته هتيجي، هتفضل قاعده، انا هتكتف معاها مش هروح. ليه؟ ما تستأذني يوم فرح الحنه ويوم البتاع وتروحي. لا، هي ما بتحبش الكلام ده. هي مين؟ فيبقى اللي باين قدامهم واللي ظاهر قدامهم ان انت بالشكل ده بتشحطيني، وان انا ما اعرفش حد هناك. طب اسمعي، واحده واحده كده هو بتطفشني. دي نمره واحد يا دكتور. طيب نمره اثنين، هو في ما بيني وما بينه، يعني انا مش عارفه اجيبها لك ازاي. لا جيبها لي باي طريقه هفهم. بصي حضرتك، انا عندي وزن زايد كتير، عندك كلمني في الموضوع ده كتير، وحاولت ان انا اخف كتير. المشكله مش في كده. عندك ايه؟ انا ما سمعتش يا ام احمد، انا ما سمعتش. عندك ايه؟ وزني زايد. وزني زايد. وكنت بعمل دايت وكده، المشكله في اهله، هم اللي بيعلقوا على شكلي. طيب معانا الاتصال، اسالها يا جماعه ولا اتصال فصل؟ ايوه بص، اتفضلي اتفضلي. بصي يا ام احمد، وزني زايد يعني على الطول مثلا، يعني معديه ال 100 كيلو مثلا، والشكل وما انتش طويله فالدنيا باينه، شكل مش ظريف فبيعلقوا، ولا ما انتش قادره تتحركي؟ ها؟ لا، هو رفيع، هو جسمه رفيع، فانا باينه جنب منه، انا تخينه عنه كتير. طيب المشكله ان لقيت اهله كلهم بيعلقوا على كده، ولما جيت اكلمه لقيته بيقول لي هم معاهم حق، هم شايفين. فانا مش عارفه اعمل ايه، انا تعبت، ولما جيت اكلمه كده زعق واتخانق، هم معاهم حق، ومروحه عند اهلك انت مش رايحه. وراح مكلم والدته ان هي تيجي، وبالتالي انا شكلي قدام اهلي.
مش طب اسمعي ومش طبعًا. هقدر استضيف والدته وارحب بيها واقعد قدامها واضحك في وشها وعلى المقابل الوضع الثاني من ناحيتها. لا طبيعي طبيعي. طيب اسمعيني يا امه اسمعيني واسمعيني كويس في اللي انا هقوله لك ده. بص يا حبيبتي، اولا موضوع هو ما بيرضاش وجه الامر تدريجي والكلام ده، انا يعني بندعو ما قبل مشكلتك بقى، بندعو كل زوجه وكل بنت مقبله، انا بحدد وقت في الاسبوع كده، اليوم اللي احنا هنروح نزور اهلك انا هروح لاهلي مثلا الخميس وبعدين نروح لاهلك الجمعه، او هو يوم واحد فهيبقى ساعتين هنا مثلا وبعدين نقضي مثلا السهره الناحيه دي وبعدين نعمل ايه تبديل وتوافيق، ده اتفاق بيبقى موجود. طب هو جه وقت لا وعيالك وانت فعلا لما بتروحي بتهملي او هو كل اللي بيشوف، خلي بالكوا علشان برضو احنا ما بنظلمش الازواج، تبص تلاقي زوجه كل ما تروح تيجي بعيالها يا متعوره يا مش عارفه الواد مش عارفه يا جه سخن مش عارفه لقيت مين، فما فيش اهتمام وهي مش واخده بالها وملهيه، اقول لك كانت ملهيه مع اهلها وملهيه في الكلام وسابت الولا والولا راسه اتفتحت وتاني مره ما اعرفش ايه فجت اخته ما اعرفش خدت ايه، كل مره على كده، فالراجل عنده رابط ذهني شرطي ان المروح هناك بيجيب مشكله، او تيجي من عند اهلها فتيجي مش عارفه مشحونه في ايه فاقول لك لا ده وسوسوا لها حتى عيني لو كانوش عملوا حاجه، لا ده بصي قوموها عليا وشيطوها عليا وكذا وكذا وكذا، فانت تبقي ذكيه واحنا بنقول الكلام ده للمقبلات. طيب دلوقتي حصل تدريج، والله يا ابني الحلال بالراحه لان ما فيش حاجه هتيجي مع الزوج قفش، عشان بس نبقى سرعه واقعيين، وما فيش حاجه هو هيحصل كده فلا هيقول لك ما بيستجوبش، فخلينا انا مش عايزين البيت يبقى حريقه وفي نفس الوقت ما احنا عايزين حل، يعني انا خلينا في الحل الواقعي بالراحه. دلوقتي يا ابن الحلال دي اختي ودي بنتها وفرحتها وانت مانعني من كذا، وكان المفروض تعبيه في موضوع والدك وتقولوا له حتى الزياره زياره المريض لو وجدتني عنده، طيب منع ولا وكذا وخلاص ودخلت الجنه وجاب لك الحديث، ما مش عارفين بقى غير ايه حديث التعدد وحديث بصي ابوها مات ولما ما سمعت كلام زوجها دخلوا الجنه، يا سيدي هو انت مش حافظ الاثنين دول؟ يعني ما فيش هم اللي الحديث ده اللي انت عارفه، فين بقى صله الرحم؟ فين المريض ان الله سبحانه وتعالى بيبقى عنده دعوته مستجابه؟ لو وجدتني لو وجد الله سبحانه وتعالى عند المريض، يعني زي ما في ده في ده يعني، لكن بالراحه وبالحوار، ما احناش عايزين خناقه وتقلب عركه، يبقى شوفي شوفي العركه جايه منين لما جاء اهلك في الموضوع ونزود بقى، لا يا ابن الحلال انا اللي انت قلته لي ده وما في احسن من الصراحه، بس من فضلكم يا جماعه يا كل زوجه ارجوكي اسمعي اللي انا بقول لك عليه، لما تيجي تعملي حوار مع زوجك ها ما تقوميش وانت كذا وكل مره، او يا ستي ما زعقتيش كنت زي الفله وورده ونسمه وزي الفله وحكيتي وعملتي وكذا وهو قال كذا وقمته ما خدتوش قرار في القعده، يا ابني المشكله ايه؟ احنا اتكلمنا ايه الحل؟ الحق مفيش، كل واحد زعق وقال اللي وجهه نظر وده قال مش عارفه ايه وخلاص اتقمصوا فالدنيا كذا فقفلوا الموضوع، لا خطا، ما ينفعش ينتهي الموضوع من غير حل، دي امور معلقه وخاصه بالقلوب وخاصه بمعاملتي معاك وعشرتي معاك وحالي معاك بعد كده، فده مش صح، فيا ابن الحلال من فضلك انا عايزه ناخد قرار في الامر ده، وانا بستاذنك بحق يعني ما بيني وبينك من فضل ومن عشره ومن كذا، انا عايزه اروح فرح اختي، ما اعتقدش لو انت اتكلمتي بالاسلوب دوت وبالطريقه ديت وحللتها له وبالراحه وكده ان هو يعمل، ولك عليا بقى بص اول ما نرجع ويخلص الفرح ان شاء الله تجيب والدتك واكرمها لك اخر كرم، انها نفسيتي هتبقى تعبانه وانت كزوج ما هو انت مش يعني جاي تقهرني مثلا يعني انت جاي تحرق لي في دمي مثلا وهو اهل، لا ما انا هكرهك واكره اهلك واللي جاي من طرفك كله، فانت راعي نفسيتك مش هتقولي له كده، لكن ده المردود الخلفي له، ده دي نقطه، فبالراحه وبالحوار وقولي له اعمل كذا وكذا وكذا والله يعني الامر دوت وافرح بيه وانا ان شاء الله افرح اهلك واشرفك وشوف بص هعمل لك كل اللي انت عايزه، يلا محاشي يلا شوف كل اللي انت عايزه، المهم انك انت تبقي عارفه المدخل والمفتاح بتاعه وتاخدي الامر ده، في جزئيه قبل دي بدعي الله سبحانه وتعالى اللي ماسك قلب زوجي واللي لسه مكلميني النهارده يا رب اللهم سخر لي قلب زوجي يا رب، اللهم يا رب طيب قلبه، خلي كلامنا خفيف على قلبه كده بحيث يعني، يبقى انا بدعي ربنا وبستعين وبتكلم حوار العقل وما اطلعش تاني ما اطلعش من قعده الكلام بدون ما ايه؟ ها؟ ما دون ما اخد قرار حل واحد اتنين تلاته. الجزئيه دي مهمه جدا جدا، ولو انت عملتيها بالشكل ده هتبقى لطيفه، وعاتب بس في فترات بفترات يعني ايه الرخاء بينك وما بينه والفرح ومش الزعل، من فضلك الامر الفلاني انت يعني مثلا تذكريه مثلا بموضوع والدك وانا الامر ده مأثر فيا وليه يتقال عليا اصلها ما بتجيش وكذا وكذا، انا هخلي بالي من الاولاد والبيت هتبقى كذا واليوم وهظبط لك اكلك، يعني مش هخلي في حاجه بس سيبني اليومين دولت عند اهلي بالراحه كده، وانا عايزاك تتصلي بيا تاني يا ام احمد وتقولي
لي يعني النتيجه كانت ايه، او حتى ابعت لنا على الواتس النتيجه كانت ايه، هل فعلا استجاب ولا لا. بصوا يا جماعه، مشكلتنا في امور الحوار ان احنا عارفه انت الكرسي في الكلوب بقى هو كده، واذا كان عاجبه خناقه، لا منك خدت اللي انت عايزاه، ولا منك ان انت شفتوا حل، ولا منكم بقى في نوع من انواع الحوار الراقي. نفسنا فعلا نتعلم ان يبقى في حوار بدون خناق، بدون زعيق، بدون تبرئ، بدون ان هو دي انت ترمي كلام وهو يرمي كلام. يعني احنا الزواج ده مش كلام كتب واصل كلام خيالات، لا لا لا، ده كلام قرآن، مودة ورحمة وسكن. عارفين سكن يعني ايه؟ يعني لما باجي جنبك بهدى، يعني لما بشوفك بفرح، يعني في نوع من انواع المودة اللي هي اعلى من مراحل الحب. وفاكرين الحلقة بتاعت الحب احنا قلنا المودة دي اعلى من الحب، فالمفروض ان يبقى ده التعامل وان دي الحياة. لكن اخسرها بان انا مش عارفة اتحاور ومش عارفة اتكلم، ده مش صح. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لبيوت المسلمين اجمعين يعني بالخير وبالصلاح وبالاصلاح، وادعو الله سبحانه وتعالى ان تبقى البيوت قايمة على المودة والرحمة فعلا، وتبقى بيوت منورة.